تحت سماء القاهرة انطلقت احتفالية كبرى بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مدينة الانتاج العالمي. شرفني أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور الكريم من الإعلاميين والفنانين والمنتجين والصحفيين والمثقفين والمبدعين والذين يمثلون القوة الناعمة لمصر. فقد أشار الرئيس إلى اهتمامه البالغ بدعم حرية الرأي والتعبير والإبداع باعتبارها السبيل للحفاظ على الوسطية وأحد الركائز الأساسية لمحاربة قوى التطرف والإرهاب. نجوم الفن والإعلام توافدوا للمشاركة في هذا الحفل الإعلامي باعتبار مدينة الإنتاج الإعلامي أحد المؤسسات الإعلامية التي صنعت نجوميتهم. بقول لمدينة الإنتاج كل سنة وانت طيبة، ومش عقبال 20 سنة بس، لأ 30 و40 و50، إن ربنا ادانا العمر وتربي أجيال وأجيال. بقول للقائمين على مدينة الإنتاج والتلفزيون المصري يا ريت نرجع تاني للإنتاج المسلسلات، لأن أنتوا أكبر مؤسسة في الوطن العربي وأكثر ناس بتنتج مسلسلات. فأنا أتمنى تاني أن الدولة يعني يبقى عندها اهتمام أكثر بإنتاج المسلسلات من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي أو من خلال التلفزيون المصري بإذن الله إن شاء الله. المشاركون في الاحتفالية أعربوا عن سعادتهم لما لمسوه من تقدم في الكثير من التقنيات الفنية الحديثة بالمدينة. المدينة منارة كبيرة، المدينة بعد 20 سنة أعتقد أنها أصبحت من علامات الإعلام في المنطقة العربية ومش بس في مصر. أعتقد أنه لسه قدامها كتير عشان تقدمه ولسه قدامها كتير. ما يميز فكرة وجود مدينة للإنتاج الإعلامي هو أن لدينا القوى الناعمة الحقيقية لمصر، أن لدينا جهة تستطيع أن تنتج الأعمال الدرامية والأعمال التي الثقافية التي تؤثر في وجدان المجتمع المصري ووجدان المجتمعات المحيطة بنا، وهذه هي القوى الناعمة الحقيقية لمصر. عرس إعلامي فني يتوج مدينة الإنتاج الإعلامي على قمة الهرم الإعلامي في مصر والوطن العربي.